مدرسة كبيرة قوي. هو كده طول عمره رافض يتعلم، لكن الليلة التعليم إجباري. بإذن الله هاخد امتياز في ده كمان. كده ورينا بقى حلو. شد 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 جامد بقى. بدرجة ممتاز يا حبيبي، ده خريج جامعة البطنية. بيقولوا بيقولوا لما هيجوا يمتحنوا فيه هيجيبوا المراقبين بالمباحث. طب افرض يا فهمي جالك سؤال في المخدرات، تقدر تقول لنا هتجاوب عليه ازاي؟ ولا حاجة، هقرا السؤال كويس قوي 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 واجاوب عليه من مناخيري. قايل ده انت على كده بكرة تدي دروس خصوصية. مرة اتنين مساطيل راكبين عربية فبيحودوا بيها، فاللي بيسوق قال اللي جنبيه، قال له شوف الإشارة شغالة ولا مش شغالة. بص كده قال له شغالة مش شغالة، شغالة مش شغالة، شغالة مش شغالة. يخرب عقلك يا فهمي. حقيقي الحشيش ده نعم، مش عارف الواحد من غيره كان هيعمل ايه. انا عايز اعرف انتوا بتحششوا ليه؟ طب الغلابه بيحششوا عشان بيهربوا من غلبهم، انتوا بتحششوا ليه؟ عشان نهرب برضو. تهربوا من ايه؟ من الملل اللي احنا عايشين فيه. احنا عايشين في دايره مقفوله ما فيهاش جديد. الحشيش بقى يخليك تعيش في اللي انت مش قادر عليه، يعني يحقق لك المستحيل. وايه المستحيل اللي عايز تحققه؟ ايه؟ ايه المستحيل اللي عايز تحققه؟ والله ما انا عارف. اسمع، وتشد لك بقى نفسين وانت تحل كل مشاكلك. طب وبعد ما افوق هعمل ايه؟ بسيطة، تشد لك نفسين تاني وهلم جرة. يا نهار اسود، الشقة عباء الدخان. انا حاسس ان انا هتخنق. بتعمل ايه يا مجنون؟ انت عاوز تغير الدخان؟ مجنون بترفص النعمة. ايه يا جدعان خايفين ليه؟ انا كنت بلحق نفسين كانوا هيقعوا في الشارع. استاذ فهمي، استاذ فهمي، استاذ فهمي. شغاله مش شغاله، شغاله مش شغاله، شغاله. انت شربت معاهم ولا ايه؟ كان مالك ومال الهباب ده؟ كان لازم اشرب معاهم عشان ابقى زيهم، لو ما شربتش كنت هبقى خدام عندهم. لا يا هانم، اول مره اشتغل فيها. انا صحيح محتاجه شغاله، لكن انتي بالذات ما اقدرش اشغلك عندي. ليه يا استهانم؟ روحي شوفي لك شقه جماعه والظبط واشتغلي عندهم احسن. أنا مش بتاعت الحاجات دي يا هانم، أنا بنت ناس، بس الزمن هو اللي جار عليا. ما هو أنا لو ضمنتك يا حبيبتي ما أقدرش أضمن جوزي، وأنتي ما شاء الله حلوة وصغيرة، ده أنت أحلى مني. شكرا يا هانم. تعالي تعالي ما تخافيش. أمال
هنا بقى تبقي مطمنه، لا حد يشوفنا ولا حد يضايقنا. قولي يا مدحت، دي شقة مين؟ شقة واحد صاحبي، هو ما بيجيش غير بالليل. أخيرا بقينا لوحدنا. يا حياتي. أنتوا هتعملوا إيه؟ ازيك يا ابو الافهام؟ اقدم لك فهمي زميلي في الكليه وحبيبي الروح بالروح، مدام لولا. مين؟ مدام لولا. لولا مين؟ انا سعيده قوي اللي شفتك يا استاذ. سعيده ليه؟ وحشني. وحشك ليه؟ ما احنا وشنا في وش بعض طول الليل امبارح، لحقت اوحشك؟ دمه خفيف قوي. انت ما رحتش الكليه ليه النهارده؟ مفيش محاضرات هناك تستاهل، قلت اقعد اذاكر هنا. انت بتشرب السجاير؟ اطفيها، هتطلعها الارض. طب ده انا سمعت النهارده ان الدكتور فتح الله هيحدد الاجزاء اللي هيجي منها الامتحان. طز، انا مذاكر المقرر كله، ما يهمنيش بقى يجي من اوله ومن اخره، الدور والباقي عليك انت. طب بقول ايه؟ اصلي مدام لولا تعبانه وعندها صداع. ما تروح للدكتور. عايزه تشرب كوبايه شاي. يا ريت والنبي يا استاذ فهمي، احسن حاسه ان دماغي خلاص هتنفجر. يعني انت جاي هنا عشان تشرب الشاي؟ طب ما القهوه كتير بره. طب قوم اعمل لها شاي. بقى ده كلام يا راجل، احنا ضيوفك وفي بيتك، امال فين اخلاق القريه؟ تليق عايزاه كشري كمان. كشري كشري. انتوا هتعملوا ايه تاني؟ ولا حاجه. تعال اعمل الشاي معايا. حاضر حاضر. Question.